أتعلمون لماذا؟ لأن منصور أصابه الصرع أمامي. لقد كان يتنفض في مكانه وكأن صاعقة كهربائية كانت تصعقه. بقيت أتأمل فيه وهو على تلك الحال، إلى أن نزل أبوه ووجدوه على تلك الحالة. سارع إليه وحمله لأعلى هو الآخر. كل هذه الأحداث أمامي وأنا واقف أحاول فهم ما يحدث. لم أتمكن حينها من ربط الأمور ببعضها، فحملت نفسي وخرجت. أذكر أن في ذلك اليوم لم أكن أتكلم مع أحد، لا جدي ولا جدتي ولا حتى أمي. قلق الجميع علي حينها لأنه بدأت تظهر علي عوارض التوحد. أنا حينها أذكر سبب ذلك. الأمر يرجع لأني لم أفهم كيف لفتاة أن تظهر وتختفي أمام الجميع وأنا الوحيد الذي كان يراها. لقد بدأت حينها أشكك في الناس من حولي، لأني لم أكن واثقا هل هم خيال أم واقع. لا أعرف بالضبط كم مر منذ تلك الحادثة، لكن الشيء الوحيد الذي أثق به أني لم أعد لذلك المنزل لوقت طويل. حتى أن سيدة ذلك المنزل عندما كانت تطلبني لألعب مع أطفالها، كانت أمي ترفض لأنها كانت تعتقد أنهم السبب في جعلي أتوحد. أذكر أن جدي وقتها كان لا يتركني لوحدي أبدا، كان يجلسني في حضنه ويقرأ القرآن، وكان يحاول أن يجعلني أتكلم معه لكن لا جدوى. حتى أن أبي عندما عاد من السفر وجدني على تلك الحال، كان قد قرر أن يأخذني لطبيب نفسي، لكن جدي منعه وقال: لن أرضى عليك إلى يوم الدين لو أخذته لطبيب نفسي، أكنت حيا أم كنت ميتا؟ المعروف عن أبي أنه متعجر التفكير وعنيد، لكن هذه المرة سمع لكلام جدي وتركوني لحالي. جدي كان يحثني على الرسم وقتها، وأذكر أني كنت أرسم تلك الفتاة كثيرا. كان أهلي قلقون علي، لكن جدي على ما يبدو كان مدركا لما يفعله. وفي أحد الأيام الشتاء الماطر أذكره جيدا، وقتها كنت جالسا مع جدي أمام مدخل المنزل نرى المطر، وقد كان مسترق على ظهره ومسبحته في يده يستغفر إلى أن توقف صوته. فهمت حينها أنه قد نام. بقيت جالسا مكاني أسمع المطر وهو يهطل، إلى أن سمعت صوت خطوات ممزوجة بصوت الوحل. أخرجت رأسي لأرى ما الذي يتجول في هذا الجو الماطر. لقد صدمت لما رأيته. لقد كانت تلك الفتاة بنفس الملابس الخفيفة، لكن هذه المرة كانت شاحبة جدا، وشعرها كان مربوطا سامحا لي أن أرى وجهها بوضوح. لكن الغريب في الأمر، لقد كانت تغطي عيونها بقماش أسود، لكنها كانت تبتسم وهي تنظر في جهتي. تقدمت أكثر إلى أن وصلت لي ومدت يدها نحوي كأنها ترغب بلمسي، لكنها كانت مترددة لسبب ما. بدأت أحاول فهم ما يجري، لأنها كانت تحوم أمامي وتمد يدها نحوي، لكن كان هناك شيء ما يمنعها. ركزت قليلا إلى أن عرفت ما الذي كان يمنعها. جدي كان قد رسم نصف دائرة أمام عتبة المنزل. كان يقول لي وقتها أن رسم دائرة حولك أو حول منزلك يحميك من شر المخلوقات أجمع. وقتها كان قد مثل لي عن عقرب، لكن ما دخل هذه البنت بالعقرب؟ لم أكن قادرا وقتها على ربط أي شيء بما أراه الآن. لقد قمت بسؤالها: هل أنت مخلوق شرير؟ لقد كانت تتأملني كأنها لا تفهم ما أقوله، لذا أعدت سؤالي لكن هذه المرة بالإشارة، وقمت بوضع أصابعي على رأسي كإشارة لقرون الشيطان وأعدت عليها سؤالي: هل أنت مخلوق شرير؟ العجيب أنها فهمت ما قلته وهزت رأسها بنعم. أتعلمون ما هو شعور أن يقف أمامك كائن شرير ويعترف لك أنه شرير؟ هنا بدأت أنادي: جدي جدي، كائن شرير، جدي، شيطان شيطان. نهض جدي من غفوته يحاول فهم ما أحاول قوله، فسحبني نحوه ومسك رأسي وعيونه في عيوني وقال لي: ما الذي تراه؟ هيا يا فتاة أخبرني. قلت له عن الفتاة وعن ما قالته لي، فأسرع جدي وأمسك قارورة الماء وبدأ يرشها على الدائرة التي رسمها، وكان يقول كلمات أذكر منها: حرطق، برطق، شيء ما،
شيء ما يطرطق. وبعدها قال لي: لو رأيتها مجددا لا تذهب نحوها وتجاهلها تماما، والشيء الأهم هو أن لا تخبر أحدا بما جرى. وبالفعل نفذت ما قاله لي، لكن الشيء المزعج بالنسبة لي أن جدي كان يكثر في رقيتي، وهذا كان يزعجني وقتها. لكني بدأت أعود لما كنت عليه، أتكلم مع أهلي وألعب وأضحك. ومرت السنوات إلى أن أصبحت في عمر 11 سنة، وبالضبط في عيد ميلادي، اليوم الذي أتى لقريتنا راعي الغنم المسمى بالشيخ غمشار. لقد كان رجلا بشوش الوجه، يحب الأطفال، وقد كان دائما يعطينا السكاكر عندما يخرج من منزله ليرعى الغنم. الشيء العجيب فيه أنه كان طويلا جدا، البسمة العريضة البيضاء لا تغادر وجهه أبدا. كان لديه ناي براق جدا، وكان يعزف لغنمه وهو يقودها لترعى. اللحن الذي كان يعزفه كان جميلا جدا، ولم يسبق لي أن سمعته يوما. تكاد تقسم أن الناي يسرد لك قصة من نوع ما. ولكن ما شدني لهذا الرجل أن بيته كان صغيرا ليتسع لأغنامه، التي على ما أذكر كانت قرابة 50 رأس غنم. كان يخرج ليرعى الغنم كل يوم اثنين وخميس، كان يخرج صباحا ولا يعود سوى مساء، وكان يختفي كليا يوم الجمعة. لا نسمع صوتا لعزفه ولا صوتا لأغنامه. وفي أحد الأيام كان هناك مهرجان في المدينة، وكل القرية ذهبت إليه. لسوء الحظ أن البعض من أولاد الحي كان قد تم إعطاؤهم إبرة لقاح من مرض لا أذكره الآن، وأنا كنت منهم، وهذا ما منعنا من الذهاب. كان اليوم وقتها خميس، وكنا نجلس في الشارع لا نفعل أي شيء، وفجأة خرج الشيخ غمشار، ألقى السلام علينا وأعطانا الحلوى ورجع لغنمه. فقال أحدنا له: هل تأخذنا معك لنرى كيف ترعى الغنم؟ التفت لنا وقال: اسألوا أهلكم أولا. انطلقت لجدي لأخبره أني ذاهب مع الأولاد لنرعى الغنم بصحبة الشيخ غمشار. وقف جدي في مكانه وقتها ونظر نحو الشيخ غمشار وأخذ يتأمله، ثم قال: أيها الطيب، أولادنا أمانة عندكم، علموهم وإحموهم وصونوهم. الشيء الذي لم أفهمه لما كان جدي يخاطب الشيخ بصفة الجمع، لكني لم أهتم. مسح جدي يده على رأسي وقال لي: في أمان الله يا ولدي. وذهبنا مع هذا الشيخ، وطول الوقت وهو يعزف على نايه العجيب، إلى أن وصلنا إلى المراعي. ترك الشيخ أغنامه ترعى وجلس بنا عند نخلة لنستظل بظلها. صنعنا حلقة حول الشيخ وبدأ يعزف. إلى أن بدأ الأطفال يصيبهم النعاس عداي أنا. بعد مدة نام الجميع عداي طبعا. وأخذ الشيخ يرفع من صوت لحن الناي وهو يركز عيونه فيا كأنه يركز صوت الناي علي أنا. وقتها لم أكن أشعر بالراحة من هذه النظرات، وفجأة توقف عن العزف وقال: هل تعرف هذه البنت؟ وأشار بنايه نحوي. التفت خلفي لأجد أرجلا عارية. مهلا، إنها أرجل فتاة. أخذت أرفع رأسي شيئا فشيئا لأعرف من هذه التي تقف خلفي، وصدنت لما رأيته. إنها تلك الفتاة الغريبة، وبعد كل تلك السنين واقفة خلفي وتنظر لي من أعلى، لكن هذه المرة كما يبدو أن في وجهها كدمات. تسارعت دقة قلبي وبدأت أنفاسي تتقطع. وقتها بدأت أتلحثم في كلامي محاولا أقول نعم وشريرة في نفس الوقت، لكن ما هدأ روعي أن الشيخ بدأ يعزف بالناي مجددا.
والفتاة بدأت تركز على الشيخ بدلا مني. الشيخ أشار لي أن أجلس بجانبه وألتفت للفتاة، فنفذت طلبه. وعندما جلست بقربه قامت الفتاة وجلست مكاني. وبعد وقت قليل من العزف توقف الشيخ عن العزف وقال لي مجددا: هل تعرف هذه الفتاة؟ نظرت إليه ثم نظرت إليها وكأني أحاول أن أستوعب أن الفتاة ليست خيال، لأن الشيخ يراها أيضا. ثم هززت رأسي بنعم، أعرفها، هي الأخت الكبيرة لصديقي منصور. هنا بدأت الفتاة بالنواح وأخذت تردد كلمات فرنسية: أوسكور أوسكور، رددتها كثيرا وهي تنظر نحوي. فقال الشيخ لي: الفتاة تطلب المساعدة. فقلت له: هي كائن شرير، لقد أخبرتني هي بذلك. فنظر إلي الشيخ مطولا ثم قال: نعم شريرة، لكنها تطلب المساعدة منك شخصيا. أخبرني يا فتاة كل شيء تعرفه عن الفتاة. فقصصت له كل الحكاية، لكن عندما ذكرت إطار الصورة وقفت الفتاة وهي تبكي وتتمتم بكلمات فرنسية عن شيء ما، فبدأ الشيخ بالعزف مجددا فهدأت، لكنها بقيت واقفة مكانها. الشيخ قال لي: هذه الفتاة تطلب نجدتك، هل سوف تساعدها أم لا؟ أنا لم أرد على سؤاله، لكني سألته: هل هي حقيقية؟ فقال لي مجددا: هل سوف تساعدها أم لا؟ أخذت أتأملها لبعض الوقت، فمدت يدها نحوي. قد دب داخلي شعور ملح أن ألمس يدها، ومن دون سابق إنذار وجدت نفسي أمد يدي نحوها. لكن فجأة ضربني الشيخ على يدي بالناي وردد سؤاله: هل سوف تساعدها أم لا؟ لقد نظرت له بحيرة عن سبب ضربه ليدي، لكني وافقت، وحدث ما لم يكن متوقع. لقد وجدت نفسي في حضن الفتاة. الصدمة ليست هنا، لقد بدأت أرى ذكريات ليست لي. رأيت امرأة سمينة، ورأيت الفتاة وهي صغيرة، رأيت غجرية، ورأيت اللوحة، وعرفت لسبب ما أن الفتاة تم سحرها، وأن تلك التي تقف أمامي هي قرينها. ولكن حدث لي شيء غريب وقتها، لقد بدأت أحس مخالب الفتاة تغرس في جلدي، وحينها بدأت أشعر بألم كبير جدا جعلني أبدأ بالصراخ. هنا تدخل الشيخ غمشار وسحبني من حضنها. وقف الشيخ مكانه وصفر لغنمه ثم جلس وبدأ العزف. أنا في تلك اللحظة شعرت بدوخة وأغمي علي، وبعد فترة نهضت وعلى صوت كلب ينبح. فتحت عيوني لأرى كلب صيد يتأملني. نهضت سريعا من مكاني وأخذت أتأمل حولي. يجد الشيخ غمشار يغط في نوم عميق، والأطفال يتزلجون على الرمال في مكان ليس ببعيد عنا. حاولت فهم ما حدث، لكني تجاهلت الأمر سريعا وتوجهت لألعب مع باقي الأطفال. بدأت الشمس تغيب شيئا فشيئا، وهنا علمنا أن الوقت حان للعودة. سمعنا الكلب ينبح على الغنم ليجمعهم، ورأينا الشيخ يقف متجهزا للعودة. تجمعنا عنده ورجعنا للقرية معه. والغريب أنني نسيت ما حدث وقتها، والأغرب أني لا أذكر أن الشيخ غمشار يمتلك كلبا. الفتاة ليست في غيبوبة، بل هي عالقة في حلم لا ينتهي. مهلا، كيف عرفت هذا؟ مهلا، كيف لي أن أفهم في هذه الأمور؟ وحدث ما لم يكن متوقعاً.